نتمنى لك رجعه لكاستيا، ومننتظر شوفتك هنيك عن قريب. بتمنى شوفك هنيك سموك. انا بهنيك انك عم تودع الاميره. المره الجايه لما تشوفها رح تكون ملكه. صار وقت امشي، لسه في طريق طويل لاوصل على القلعه. جاي معك. فكرتك انه حتاكل معنا اليوم؟ حاكل بغرفتي، اجيت لحتى اقول لك هالشي. الملكة لازم تعرف تتصرف قدام أبو زوجها المستقبلي. ديري بالك، هو بيقدر يرجع لك اللي أخدته منك إيزابيل. لازم تعامليه كتير منيح. إخوانا بعد ما قريت الكتاب فكرت بفري هيرناندو. كل وقت فراغي كنت مشغولة بقرايته. كنت متأكد إنه حيعجبك، بس انت كنت كتير حدي مع الكاردينال ميندوزا. انت مالك فهمان علي؟ انا بفهم انه ما فينا نغير الناس بهالسهولة هي. مو هي غايتي ابدا، بس ما حارضى انه رجل دين حياته هو كل... رجل دولة، وقبل كل شيء رجل. امراء الكنيسة تبعنا جايين من عيال كتير مهمة، ما عندهم نية يبعدوا عن الدنيا ويكرسوا حياتهم كلها للعبادة. هذا الشيء بيقدر يعمله حدا غيرهم. بس هدول كلياتهم أنا بحترمهم. وهيك لازم، بس الكنيسة بتحتاج رجال مثل ميندوزا حتى يقدر يقودها ويوسعها، ونحن لازم نتحمل يلي أنت عم تعتبريه ضعف. أبداً، كل ما كان مستوانا أعلى لازم نتقدم أكتر وأكتر، لازم نكون مثل أعلى لعامة الشعب. عم نعطي مثال سيء وقت عم نهين أتباعنا. إذا هنتوا أو لا ما رح أرجع أعترف له. إيزابيل، تصبحي على خير. الله هو السامعك، فيك تقول. أبونا أنا ارتكبت خطيئة. في وحدة بأراغون حامل بولد مني. الملكة بتعرف؟ الملكة بتعرف إنه كلياتنا منخطئ ولازم نطلب المغفرة. الله برحمته لا متناهي بيسامح يلي بيظهر الندم وبيعترف بخطأه وبيظهر التوبة. سمو الملكة هلأ مبين إنه ما أنا مستعد لهالشي. صدقني الملكة بتسامح حتى لو ما نسيت. هي بتحبني كتير مثل ما هي بتوثق فيك وبتحترم كمان ولاءك. أنا ما أقسمت الولاء للملكة مشان بعدين صير أداة إهانة. إذا رغبة الملكة تحل مصيبة مشان واحد راهب ما بنعرفه ياخذ المحل يلي بحق بالبلاط. إذا بدك بتحب كتاباته لهذا الراهب تالافيرا، بس لا تقلق، أنت بتضل الأساس بالبلاط. سماحتك، ما بيناسبنا حدا تاني مثل كاريو. وبعد ما اعترفت لك بالشي الكبير يلي عم يعذبني، لازم تعرف قديش قيمتك كبيرة عندي. جيب الراهب والملكة حتشكرك. أما بالنسبة أكيد رح يستناك عقاب قاسي جلالتك وقت تعرف سمو الملك بهالشهاد. ما حضيف شي، بعفيك باسم الآب والابن. لهالدرجة الأخبار خطيرة؟ ما فيك تأجلها يعني؟ أنا الملك أخوانا تنفيذاً لرغبة مولاي الملك ووالدي، تم القسم لي بالبلاط كخليفة لعرش والدي، وهكذا تكون أية أميرة أخرى غاصبة وليست ملكة شرعية على الإطلاق. وملكة صقلية وزوجها فرناندو بسبب طمعهم بالحكم اتفقوا سوية على تسميم مولاي الملك وقتله، أي والدي. وبعد أن توفي انتزعوا الملك غاصبين وأهملوا الحكم لتعم الفوضى والإفلاس. بناء على كل ذلك وحسب القانون الإلهي والإنساني، فإن وراثة المملكة هي من حقي أنا وحدي. التوقيع إخوانا الملكة الشرعية. مو بس إخوانا حتدفع ثمن كلماتها هي، كمان الخونة يلي ساعدوها على كتابة هي الكلمات. هي إهانة كتير كبيرة وما بينسكت عنا، ورح يدفعوا ثمن هذا الكلام. بس أنت الملكة وكاستيا ناطرتك. معك حق، أنا ما رح أسكت على هالشي لو شو ما صار.
لو شو ما قالت هالبنت ما حدا بيكاستي حينادي لها بكلمة سمو الأميرة ولا السيدة من هلأ ورايح. هيك حيصير كل هالوثيقة ليضايقونا. هذا إعلان الحرب. أنا بعتقد إنه جيش البرتغال حيكون متفوق كتير على الجيش اللي فينا نجمعه. ما منقدر نمنع هالزواج؟ أكيد حيحتاجوا إذن من البابا، بس نحن ما فينا نعمل شيء إلا نأخره. يا سادة لازم نعتبر إنه هذا الزواج حيتم، وأكيد نحن قدمنا كرم كتير كبير لألن وهن عم يهينونا، فاوضناهن زيادة. بكاستيا في ملكة وحدة وهالملكة هي أنا. معناها حرب؟ حرب يا كارديناس، ايه حرب. لا تخاف من الهزيمة، يخليك مثلي. الله بيساعدنا ورح يكون جنبنا. مستقبل كاستيا رح يكون بين إيدينا وإيدين الله. قرروا ياخدوا كاستيا منا ونحن ضل عنا مجموعة واحدة بس من المخلصين، رح نقدر ننتصر؟ رح نضغط على روما وحنجيب لعنا كل يلي لسه ما قرروا مع أي جهة هنن، وحنقنعهم مشان نجمع قواتنا مع قواتهم. مهمتنا إلهية يا إيزابيل، ما فينا نفشل. بشكر ربي إنك جنبي فرناندو. ارتاحي هلأ. هلأ لازم اكتب لكاريو. هلأ هذا الخاين، انت ليش بدك ترجعي تتصالحي معه؟ في كتير شغلات بتجمعني فيه، انا ما رح ضل ساكتة بدون ما اعمل كل يلي بقدر عليه. لازم يرجع يساندني او على القليلة يضل واقف محايد. اسمعوني، أنا اليوم بعلن الحرب بالبر والبحر على ملك البرتغال وعلى كل خاين. ولا أستوريا وفيزكايا مؤكدين، بس كاستيا والأندلس وغاليسيا حيكونوا من قسمين. كل حدا بيقدر يحط أسلحته تحت تصرفنا نحن بدنا إياه، وإذا مطلوب للعدالة حنعفي عنه كمان. وأراغون، فينا نحسب حساب دعم والدك؟ طالما في صراع مع الكتالانيين لا. كل واحد حيعمل واجبه تجاه كاستيا. تحيا كاستيا. زامورا وتورو وميدنا حيكونوا إلي. رح تصير ملك كاستيا، وكمان رح كون سيد هالبلاد. رغبتي إنه حصل كل الديون وأتصرف فيهم بشكل شخصي. سموك ما بيكفيك، رح نضيفهم إلكم شان بادا خوز، شرف هالمدينة لسيادتي بفيلينا. أنا رح مالس هنيك سلطتي باسمك. أنت موافق؟ أي موافق، بس غاليسيا رح تنضم لمملكة البرتغال. وشو ناوي تعمل بممتلكات الميندوزا؟ عم تتوازعوا مملكة بنتي؟ ما حوافق تعملوها من ورا ظهري. أخوانا الأميرة لساتها مجرد طفلة. أحسن لك تصير بسرعة أو حنشوف إذا فيك تضل ماركيز. باتشيكو تركنا. عم تأمن بيلي بيعفروا الدب قبل ما يصيده؟ أنا بتفهم إنه تهتمي أنت كأمي. أخي لازم أنت تتفهم قلقي. مستقبل بنتي معتمد على أنك تزوجها لابنك وبعدين تصير أنت هي اللي تعتني بمصالحها. أكدي إنه بس كاريو جيب لي الإذن. ليش إيزابيل استنت؟ لا، وكمان ما استنت لتاخذ العرش من بنتي. فتح عيونك منيح أخي، اسمعني. مع روما ما بيكفي الذهب، إذا في زواج بيجي الإذن فوراً.
اللي انت كيف بتهدد الملكة إيزابيل انه تسحب دعمنا لانه ما بدها تعترف عندك؟ لك كيف بيخطر لبالك هالشي؟ يعني يا اخي انا لازم اتقبل انه الملكة تعاقبني بصرامة اكتر من كاريو يلي تركها وخانها مع اعدائها؟ لا، انا ابن الميندوزا. انت واحد غبي كتير. بعدين لا تنسى انك بتكون اخي وعم بتورطني بافعالك هاي. هلا اترك اخوانا بحاله والله بيسامحنا، وهذا لمصلحة كاستيا ولانه كان بيناسبنا. بدعي الله انه ايزابيل ما تخسر بهالحرب هاي، لانه قال ميندوزا حيخسروا اكثر بكثير من انه يسمعوا الملكه وهي عم تعترف لهم باخطائها. ايه معك حق، انا ما كان لازم شك بولانا. انت لازم تحقق رغبه الملكه، خليها تعرف منيح انه انت يلي بتجيب لها هذا فري هرناندو والابن المشرعي الارجواني هذا. لا تذكر لي اياه. هذا سر الاعتراف. ماشي ماشي. ايه ماشي. طلع فيني قد ما بدك، يمكن بعد كم اسبوع ما رح اقدر البسه لهذا الفستان ابدا. ما تقولي هيك مولاتي، رح احتفظ لك فيه حتى يرجع جسمك لشكله ان شاء الله. الاولاد بالزواج هنن دليل حب. صح، دليل صعب على الاثنين، مع انه العالم بتقول ما في احلى من المرأة الحامي. انت شو رأيك مولاي؟ اكيد هالكلام صحيح، واكثر اذا ولد وريس للعرش. انا اسف. إذا قصدك الخلاف مع الكاردينال أنت معك حق، كمسيحية رأيي هو ذاته، بس كملكة ما لازم أقس عليه. بتعرفي أني ما فيني أتحمل كون زعلان منك، وأكتر من هيك تكوني أنت زعلانة. ما في أي داعي لزعل فرناندو. ميندوزا حكي مع الراهب هرناندو اليوم حتى تعرفي عليه. شفت؟ ما في سبب ولا أي شيء بالعالم لازم يفرقنا هلأ، لازم نكون موحدين أكثر من قبل، كرمال كاستيا وكرمال أولادنا كمان. فراي هرناندو، شغلك السابق بدير البرادو كتير لا تقدير وشكر. حكوا عنك إنك شخص بيخاف الله صارم ومكرس حالك للحياة الروحية. عفوا سماحتك، صفات مميزة لرجل ملتزم بخدمة الخالق، هذا شيء كتير عادي. أكيد بتعرف إنه ما بيعني لي هذا الإطراء والمديح أبداً. بترجاك تقلي ليش خليتوني إجي لهون؟ الملكة بدها حدا تعترف له، وفضيلتك هي خلتك مناسب لهي المهمة. بس سماحتك، مكاني هو مع الإخوة مو بالبلاط. أنت بتعرف منيح قديش عم نشرفك، ويا ريتني انا بقدر اعبر قديشني ممنون لكم بهالشي. بس هالشرف مو هو الشي اللي بيعني لي بهالدنيا. حاجتك حكي فاضي، ليش بعدك لهلا ما اقسمت الولاء؟ الملكه بانتظارك، ما بهم ابدا شو بدك انت او حتى انا. سموك، اسمحي لي أقدم لك فراي هرناندو دي تيليفيرا. كنت متمنية أتعرف عليك هرناندو، مع أنه ما قدرت أقرأ من كتابك غير كم صفحة وبس. هيك بصير دوماً سموك، كل ما كانت مسؤوليات الشخص أكبر بيهمل الجزء الروحي المهم. بس أنا ما بدي يصير معي هذا الشيء. سماحتك، بتشكرك من كل قلبي لأنك خليته يجي، مبين أني رح أضل أعتمد عليك. أكيد وبكل شي سموك. وهلأ صار فينا نقعد لحالنا أنا وياك، ما بدي إياك تتعب لأنه عادتنا بجوز تطول. تفضل من هون. بترجاكي أنه تركعي سموك.
عفوا، بس انت شلون عم تطلب من ملكة كاستيا تركع لك؟ لا مو لإلي سموك، تركعي للرب. هل اعتراف هاد بيكون محكمة الرب بحقك وأنا بمست بهالشي هاد؟ سموك لازم تركعي وأنا ضل قاعد. الرب ما بيشوفك كملكة، بيشوفك كمذنبة. أنت عم تعترفي له بكل خطاياك، ومشان يسامحك بيطالبك تتصرفي بندم، وأهم شي بتواضع. بالعكس، برأيي ما حدا غيرك لازم ياخد جرعة من هذا التواضع يلي عم تحكي عنه. مونيتي أبداً قلل من احترامك. الرب عطاك الواحد منا مهمة بهالدنيا، ولازم نحاول نحقق له إياها بصدق. وبسأل الرب يكون معك ويساعدك بمهمتك. لحظة لو سمحت، بتمنى تكون على قد الأمل وتجمل المسؤولية اللي حطيتها فيك، وبدعي لربي يمنحني القوة لأقدر ساعدك. تعرفي إنه أنت ملكة كاستيا، ولازم نرجع لك حقك يلي أخذوا لك يا أنا والملك. إخوانا، تأكدي إنه ابن الملك دائماً حيكون جنبك ورح يثبت لك مكانتك. اسمعي كلمتي بنتي وما رح تخسري ابنه. طلعوا. ما سمعتوني، كلكم اطلعوا لبرا. لا تخافي، لا تخافي من شيء ابدا. انا بوعدك قدام الرب انه تكوني بحمايتي. وهلا تصبحي على خير. فيك شيء؟ فرناندو، أنا خايفة أنه يصير لك شيء. لا، ما لازم تخافي علي. ما في شيء بيخوفني أكثر من الحرب. شو حيصير بالأميرة؟
وفيني؟ أنا بعرف كتير منيح شو واجباتي كملك وكزوج وكأب كمان. وعدني إنك ترجع بخير. عم بطلب منك كملكة وعم بترجعك كزوجة. تأكدي إني رح أرجع لك. ما في قوة بالدنيا بتقدر تفرقنا عن بعضنا. ما بظن الوقت متأخر على راهب. لا تهتم سموك، أنا بخدمتك دائما. بتحب إنك تعترف؟ بدي منك خدمة من نوع تاني راهب هرناندو. بدي إياك تكتب وصيتي. إذا جيشك الكبير بيكمل تقدمه بإكستريمادورا لعند ممتلكاتي، كل كاستيا جنوب تاخور حتصير إلنا. كأنك ما عم تعتمد على نبلاء الأندلس. يلي بيقاومنا رح يتصفى واحد واحد بسهولة. بس هيك رح نخلي إيزابيل تصير كتير قوية بقلب كاستيا. كمان إذا عنا دعم فينا نتقدم للشمال بدون أي صعوبات. في طريقة تانية. لازم الجيش الفرنسي يفوت من البيرينيه. لويس الفرنسي عطانا كلمته، رح نخلي جيشنا يلتقي فيه من وادي دورو. زونيغا بتصير معنا وبورغوس تحت تصرفنا، وهيك بهالطريقة إيزابيل بتتحاصر. نحن هلأ كتير مشغولين بأمور الدولة. مو من أمور الدولة اكتمال زواج ابنك؟ ما فيك تربح مدن بتحرر نصها أخي. أخوانا لساتها طفلة. وإذا متت قبل ما يجي الإذن؟ لا تكوني متشائمة يا أختي. شو هو مصير أخوانا؟ عمل لي وصية العرش. إذا الثروة ما بتعني لك خليها لأخوانا، أنا بدير بالي عليها لتكبر. يعني أنت بدك تاخدي حقي بالعرش؟ أنا شايفها هي عادة. أنت حتحكم البرتغال، إيه، بس الكاستيانيين ما بيرضوا لأنك طفل بجسم رجل. رح تاخدي يلي بدك يا مكتوب. بابا أنا ماني مفكر إني موت بمعارك كاستيا ولا أعيش بهيك خلافات سخيفة. أرضى، نحن هلأ مو ناقصنا نخسر سند والدك الوحيد. لا، قلت لا، ما رح نحارب مشان كل شي يصير لعمتي الحقيقة. ما رح تاخده، بحلف لك. هاي وصية الملك العظيم. فرناندو بيسمي فيها بنتنا وريسة أراغون وصقلية، وبيطلب من والده الملك إخوان يغير القانون مشان تحكم كونها امرأة. وبهي الطريقة بيتوحدوا ممالك أراغون مع كاستيا وليون بوجود أمير وملك وحاكم وسيد لكل البلاد. أنا ما رح أطلب أكتر من هيك. أب وملك عظيم. بهالوصية بيظهر حبه الكبير لبنتك، بس لاحظي شو كتب. حب كبير بيقوى كونها بنت ملكة وأم عظيمة كمان. لهالدرجة بيشوفني عظيمة حتى يطلب مني دير بالي منيح أولاده؟ طيب وأمهاتهم؟ شو ممكن ساوي؟ سموك، صحيح إنه الملك أذنب، بس كمان لا تنسي إنه عمل هالشيء قبل ما يصير زوجك. وهالوثيقة مو بس بتورجي قديش هو بيحبك، كمان بتورجي تحمله لمسؤولياته وأفعاله ونتائجهم. الملك حيروح على المعركة وبيحتاج لكل الدعم من زوجته المحبة. نحن لازم نكون مثل أعلى. هاي الأخلاقيات اللي بتحتاجها الملكة؟ الوصية اللي كتبها الملك ما في غنى عنها أبداً، لازم تتنفس بحذافيرها. وهالشي حيصير لما بيحكموا المملكة الأشخاص المناسبين والعادلين. وأنا عم بقرأ الوثيقة كنت عم بسأل حالي ليش الملك اختار حضرتك لتكتبها. هلأ عرفت. أنا بشوفك رجل دولة ناجح كتير.
أحياناً بخاف من كتر ما بحبك. لدرجة أنه بقدر أتحمل اللي ما لازم تتحمله أي وحدة تانية. وأنا هلأ كتير خجلانة من هاي المشاعر. أنا عندي نفس الإحساس، ولازم تعرفي أني بحبك وما حأتركك أبداً. هلأ ما عم تحكي زوجة ولا الملكة، عم تحكي الحبيبة. أنا خايفة كتير أفقدك، خوفي من هذا الإحساس ما بتتخيل قديش كبير وقوي. أنت كيف بتحس كونك رجال، وخصوصاً أنك ذكرت غير نسوان بوصيتك؟ وبعرف أنهم من الماضي، بس بخاف منهم لأنه ما بعرف إذا فيك تلاقي فيني اللي هن نعطوك إياه. ولا وحدة بتقدر تعطيني أكتر منك، لسبب واحد مهم، إني حبيتك لألك وما رح أحب غيرك. رح أدعي لك من قلبي إنه الله ينصرك بهاي الحرب ويرجع ليك سالم، لأني ما بقدر أعيش ولا لحظة بدون ما تكون جنبي. ما رح أخذلك إيزابيل، قد ما كانت ظروف الحرب صعبة. من وين جبتي هالشي؟ من بلانسيا يا ماما. شوفي الملوك كتير مبينين صغار وحلوين كتير كمان. انتي ملكة كاستيا الوحيدة، اذا انتي مو مصدقة شلون الباقي؟ ماما تعبانة؟ ماما؟ 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 ما في شيء اخوانا، انت ما لازم تهتمي بشي غير انك تحققي هدفك. اليوم راح تروحي مع خالك لتستعيدي اللي سرقوه منك. تعالي معي انتي. انتي لازم تروحي لحالك، ما حروح معك، حضل استناكي لترجعي عكستيا. ماما تعي معي بترجاكي، خايفة عليكي. انتي منيحة؟ ايه انا منيحة بنتي. انا كل شي عملته مشان مصلحتك، بتمنى تقدري تسامحيني على أخطائي. ماما أنتي البنت الوحيدة للملك إنريكي، شو ما صار ما تنسي هالشي، أنتي الملكة سيدتنا. هاي مباركتي إلك. هلأ روحي، تأخرتي. يلا خاطرك ماما. كوني قوية. خيرت الرجال رايحين لحتى يدافعوا عن القضية الأسمى. هدول السادة وملكهم وما حيخيبوا زنكاستيا ولا حتى ملكتها. خلونا ندعي لحتى يرجعولنا منتصرين وسالمين. خليهم يحضروا حصاني وكمان شوية حرس ليرافقوني. مولاتي وين بدك تروحي؟ بدي شوف كاريو، ما عم يرد على رسائلي. بس عفوا مولاتي، بوضعك هاد؟ تشاكون أنا ملكته وبقدر أقنعه، وأنت بتعرف.
صارت لك فيك تعتبرها بوابة الدخول على كاستيا. ساعدتك. شوفي الملكة جاي على القلعة. في معها جيش؟ بس كم رجل سيدي. الملكة جاي هدف السلام. جبت لي جواب من الأسقف؟ مولاتي رسالته هي إذا جلالة الملكة بدها تفوت من باب القلعة الأسقف رح يطلع من باب الثاني. مولاي آلاف الجنود اجونا من استورياس وكتير رماد كمان من فيزكونيا. كمان دوق بينافينتا انضم إلنا مع 1800 رمح وهيك نحن منكون جمعنا قوة كتير كبيرة مولاي. ماني الآن من عدد رجالنا أبداً. أنا آكل هم التنظيم. كل نبيل جاب معه قواته هدول أكيد حيطيعوا أوامر سيدهم وبس وأكيد حيخربطوا قواتنا والمشاة المسلحين يلي بعتوهم المدن والقرى. مع هيك جيشنا كبير. بس ألفونسو صار أقوى بتورو ونحن ناقصنا أسلحة كتير لنحاصر الساحة. ما لازم ننخدع. العدو أقوى منا. حننتصر عليهم إذا ارتكبوا خطأ وعرفنا نستغل هاي الفرصة. مولاي زامورا أعلن انضمامه للملك ألفونسو. حيقدروا يجيبوا دعم من الغرب. هذا الشيء ما بيحسن وضعنا. شو مشان الحدود مع فرنسا؟ لهلأ ما عبر الحدود أي حدا. إذا ألفونسو وصل لهون من إكستريمادورا معناتها أقنع الملك لويس ليتدخل. لازم نمنع البرتغاليين يروحوا يلتقوا معهم. مولاي نحن فينا نقطع طريقهم. بوجود تورو ورانا رح نعلق بين نارين. باقي ليون سموك. هذا في حال ضلت معنا. بس إذا سقطت حيحطونا بالزاوية. هذا الشيء مستحيل إنه تكون ليون منيحة مع الطرفين. شو يعني لازم انحني إلك وانحني لملك البرتغال؟ رح ننتصر بهاي الحرب. حابب تكون مع الخسرانين وقت تنتهي؟ الملكة إيزابيل شخصياً كتبت لي إياها. أكيد بتقدرني كتير حتى تعمل هيك. إيزابيل كتبت لك والملك ألفونسو بعتني شخصياً. برأيك مين يلي احترمك؟ أنا إذا بيجي حظي مع إيزابيل والله بيكتب لها النصر مستقبلي حيتحسن وهالشي على الورق. أنت قديش عم تطلب مال؟ الملك ألفونسو مستغني عن كل الذهب يلي معه وقت تخلص الحرب رح يكون كتير كريم مع يلي تحالفوا معه. تورو وزامورا صاروا معنا وإذا ليون بتدعمنا بالحرب رح تدوم يومين. ما بتوافقني؟ أنا بدي ضمانات على كرم الملك ألفونسو. ضمانات؟ بده ضمانات؟ ماشي اكتبوا له هالرسالة وصلوا له إياها وخذ معك حدا من حرسنا. بابا بكرة كل كاستيا ممكن تصير إلنا. خلونا نروح على المعركة. ما بدنا نجازف رح نستنى الفرنسيين ليردوا علينا بعدين رح نروح نلتقي فيهم. الأمير معه حق. بواب كاستيا مفتوحة بالكامل لإلنا. يعني رح يتسكروا إذا استنينا كم يوم؟ بلا العجلة. بس بابا أنا قلت يلي عندي وخلص. رح نستنى خبر من الملك لويس. في شي أخبار عن زوجي؟ لا لسه ما في شي سموك.
مبين عليك الآن. اللي شو صاير؟ هذا مراقب ليون، ما عم يرد على رسائلنا أبدا، وكمان ما عم توصل الجزية يلي طلبناه نحن فيها، وما في غير سبب واحد لهالتأخير. بس المدينة ما أعلنت ولاء لهي البنت. لا لسه لا، لو أعلنوا الولاء حنخسر الحرب وحياة زوجك حتكون بخطر كبير. ما حنقدر نعتمد على ليون. مو صعب علي اتخلص من المراقب، إذا بتأمر أنا بنفسي بروح مع رجالي ونفرق قواتنا؟ هذا الشيء رح يضعفنا أكتر. طيب ما فينا نأمن دعم؟ من وين؟ ما عاد في رجال أكتر من هدول. مع ليون وزامورا معهم طريق ألفونسو مفتوح لفالنسيا، من هنيك حيوصلوا الجنود والأسلحة. هنن أقوى ومسلحين أكتر، بس ما بديوا بالمعركة. ليش؟ نحن لو محلهم كنا هجمنا. أكيد ما عم يهاجمونا لأنهم مانون كتير متأكدين أنهم فيهم ينتصروا. الملك ألفونسو كتير حذر. لقينا نقطة الضعف تبع عدونا. عندي فكرة، هي ضعيفة بس بتبقى احتمالنا الوحيد. جاي لحتى تعلن استسلامكم؟ سموك معي رسالة من الملك فرناندو. وشو بده مني سيدك الملك؟ بما أنه القوة متعادلة فالملك بده يتجنب نزيف الدم الهائل يلي رح يصير بالمعركة، وبما أنك رجل محترم بيقترح عليك مبارزته لتنحسم المعركة، وهو بيتحدى سموك بقتال فردي بيناتكم. منيح؟ مو من صفات الرجولة أبداً أرفض هالتحدي. إن شاء الله مفكر توافق، هاد مجرد كمين إلك. معلش سامح ابني، تهوره بيخليه يحكي وقت هو لازم يسمع. استنى برا شوي وبيصلك جواب الملك. نحن كتير متفوقين عليهم وانت بتعرف، وهالتحدي بيظهر منيح انه فرناندو كمان بيعرف هالشي. انا رجل محترم. مولاي الامير اخوان معه حق، برأيي لا تخليهم يخدعوك. وكيف بيقدر رجل وملك مثلي يبقى محترم اذا رفض هذا التحدي؟ مولاي ما فيك ترفضه، بس كسيد محترم من حقك انك تطالب بالشروط.